اعلم رحمك الله، هنا ذكر قال أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، أربع مسائل. قال العلم، ثم عرف هذا العلم، ما هو العلم؟ قال تعلم أربع مسائل، الأول العلم، ثم بيّن ما هو العلم. أولا معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذه هي الأصول الثلاثة. بدأ في مقدمته من أجل أن يوضح هذه المسألة في بداية ما يتعلق بالعلم، واضح؟ بعد ذلك قال العمل به، بعد ذلك بدأ بالعلم ثم بدأ بالعمل. هل يكفي العلم؟ ما يكفي العلم، مجرد أنك تتعلم وتعرف، ولذلك كثير من ضل من أولئك هم يعرفون ويعلمون ومع ذلك ضلوا. ولكن إذا علمت يجب عليك ماذا؟ وجوبا كما ذكر المؤلف أن تعمل، وهذا ما بيّنه الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة. فلا يكفي يقول أن الإنسان يعلم ولا يعمل بما علم. ثم قال بعد ذلك عندما تعلم وعمل ماذا يجب عليه بعد ذلك؟ وجب عليها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يدعو وأن يبلغ هذه الرسالة. لذلك قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لأن الإنسان إذا أعطاه الله العلم وأعطاه الله العمل بهذا العلم فإن عليه أن يبلغ هذه الرسالة، يوصل هذه الرسالة لأولاده ولزوجه وكذلك لمجتمعه ومن حوله. لذلك يجب أن يكون هناك، هذا هو ما يتعلق بأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنت لا يمكنك أن تأمر بمعروف إلا بعلم، ولا يمكن أن تنهى عن منكر إلا بعلم. فلذلك جاء هذا التوجيه وهذا التفصيل من الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أجل أن يوضح لقارئ هذه الرسالة أنه يجب عليها العلم ثم بعد ذلك العمل بهذا العلم ثم بعد ذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. عندما يدعو إلى الله ماذا سيحصل؟ طبعا هناك مشقة، المشقة ربما يكون في التعلم وفي العلم، وأيضا هناك أيضا مشقة ما يتعلق من أي داعية لابد أن يواجه له أعداء. ولذلك في هذه الحالة ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الصبر. فكانت هذه الأربع التي وضحها وهي مقدمة في هذا الكتاب وضعها الإمام، قال يجب علينا أولا العلم ثم العمل بهذا العلم ثم الدعوة إلى الله ثم بعد ذلك ماذا؟ الصبر. ثم بيّن ذلك رحمه الله بالدليل كما جاء في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.